أول شيء بالنسبة لنمو قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشكل عام، إحنا متوقعين أنه يستمر هذا التصاعد في استخدام التكنولوجيا والصرف عليها، خاصة ما بعض التقنيات الحديثة اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، تعلم الآلات الـ 5G زي ما تفضلت، الواي فاي 6 وما إلى ذلك. وبالتالي لأنه هاي البنية التحتية اللي إحنا بتوفرها سيسكو وشركات أخرى هي قادرة على إيجاد نوع جديد من التطبيقات تعتمد على بعض الإمكانيات اللي ما كانتش تقدر البنية التحتية توفرها بالسابق. طرحت أنت موضوع الـ 5G هو أحدها، وهي بالتأكيد نظام تم تطويره لشبكة لعملية ربط كثير من الآلات، وكمان بعض السنسرز أو المجسات اللي هي راح تشكل عنصر أساسي من الإكسبيرينس اللي بتوفرها الـ IoT أو إنترنت الأشياء. والواي فاي 6 هي جاية من نفس الفلسفة، واللي بنتوقع بالعكس أنه يكون أثرها مش بس حتمي وإنما أسرع من الـ 5G، لأنه تطلب نضوجها عملية أقل. الـ 5G راح يضطر ياخذ وقت أطول، الواي فاي 6 شبه موجود اليوم، وراح يكون له كمان فوائد عديدة. راح يضاعف الباند ويث اللي موجود حوالي 400 مرة، راح يضاعف عملية السرعة، وراح يكون متطلبه من ناحية البطارية أو استهلاكه للطاقة كتير أقل، وبالتالي راح يعطينا موبيليتي أو حركة مجالها راح يكون كتير أكبر، ونقدر ندخل فيها لبعض الأبليكيشنز اللي لها علاقة حتى بالفيرتشوال رياليتي أو بالواقع الافتراضي في تطبيقات متعددة. نتحدث عن نشاطكم بشكل عام في المنطقة، ما هي أبرز العملاء أو أبرز القطاعات التي تتجه هذا الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا بشكل عام؟ طبعا احنا موجودين في كل الاسواق الرئيسيه، من الشرق الاوسط هنا بالامارات، بالسعوديه، في جنوب افريقيا، في شمال افريقيا، في مصر، وكل هاي الدول، واحنا موجودين فيها وموجودين بكل المشاريع الكبيره اللي مهمه لهاي الدول لحكوماتها، اللي هي سواء عمليه التغير الاجتماعي او التطوير الاقتصادي. اذا بدي اخذ الامارات على سبيل المثال، احنا شريك وداعم رئيسي للاكسبو 2020، احنا مطور الشبكات او مزود الشبكات الرقميه لإكسبو، وأعلننا عن كثير من الأمور اللي أنجزناها خلال هاي المرحلة سنة حتى قبل انطلاق الفعالية، واللي إحنا بنلتزم أنها تكون الفعالية الأكثر تطوراً تكنولوجياً في تاريخ الإكسبو. ورانا كمان مثال آخر على موضوع الكونكتد ترانسبورتيشن أو المواصلات الذكية، واللي بنطرح فيها كيف إحنا بإمكاننا نستعمل الارتفيشال انتليجنس في تحليل بيانات الفيديو للسيطرة على الجمهور، للتأكد من عملية دخولهم وخروجهم سواء للمحطات في 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 المترو أو في بيئة الباصات. وفي ديمو تاني موجود على ستاند حكومة دبي بيحكي عن التعاون ما بيننا وما بين RTA في موضوع الباصات. وبعدين كمان حتى خلال وجودك في أحد المقطورات سواء كانت مترو أو باص، وإحنا بنعرض هنا أحد الأمثلة اللي هي كيف إنه الباص أو الشاشات اللي موجودة فيه بإمكانها تتفاعل مع الزوار أو الركاب بإعطائهم معلومات عن الوجهات اللي هم قريبين منها أو المعالم الرئيسية اللي بيمروا من خلالها، وبتعطيهم كمان الفرصة على أنهم يقدروا يستفيدوا من بعض هاي البيانات بشكل ديناميكي، أو يقوموا ببعض الخدمات كحجز تذاكر أو حجز غرف وما إلى ذلك. يعني من وجهة نظرك، توجه الحكومي ما مدى أهميته أيضا لدفع العجلة، عجلة التنمية في القطاع التكنولوجي؟ يعني كما ذكرت أنتم متواجدين في أكثر من دولة في المنطقة، عندما يكون هناك توجه أو القائد المسيرة هي الحكومة، إلى أي مدى تدعم القطاع الخاص في هذا المجال؟ في كثير من هاي الدول، إذا بتاخذ أنت الإمارات بشكل خاص، التوجه الحكومي سابق بفكره وبرؤيته حتى لبعض لاعبين القطاع الخاص اللي موجودين في الماركت، وبالتالي عم بيعملوا بيئة بتحاول فعلا أنها تستغل موضوع الذكاء الاصطناعي وبعض التكنولوجيات الحديثة اللي هي طارئة اليوم.